السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. يا شيخ أنا طالبة متخرجة من الثانوية تحفيظ القرآن. نعم. نعم. وإحنا ختمنا القرآن 3 مرات في المدرسة. طيب. مدة 12 سنة. طيب. وإحنا الحين حافظين كم جزء. كان المعلمات يقولوا أنتوا أكثر الناس محاسبين يوم القيامة. تفضل يا شيخ. لا شك أن الذي يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن أو يسمع القرآن لا شك أنه يجب عليه العمل به، ولا يكتفي بمجرد الحفظ أو بمجرد التلاوة. طيب. وإنما يجب عليه العمل به وأداء الواجبات، ترك المحرمات، والإكثار من الأعمال الصالحة. فالمقصود من القرآن والمقصود من الأحاديث ومن العلم العمل بذلك، لا مجرد حمل القرآن أو حمل الأحاديث أو حمل الفقه بدون عمل. فإن هذه طريقة المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به. نعم.